بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معانا المكمل الغذائي النباتي جينكو بايلوب، وهو يستخدم لتقوية الذاكرة وتحسين وظائف الإدراك والتفكير والتركيز وتحسين أعراض الخرف والزهايمر وتحسين الرغبة الجنسية وتحسين الدورة الدموية وتخفيف أعراض القلق والاكتئاب وتحسين وظائف القلب وصحة العين. العلبة 30 كبسولة، الجرعة اليومية كبسولة واحدة. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.